المركبات من المدرسة إلى منطقة أخرى، وفي الطريق كانوا يقومون بإهانتنا، كانوا يلمسوننا بطريقة تخدش الحياة. قاموا بأخذ إلى الموسم مع أكثر من 150 إمرأة إيتيبية أخرى، وبالبلاد النار كانت الآلاف من النساء الإيتيبيات والأطفال يقوم أعطاءهم كهدايا. عنصر من عناصرهم اقترب منه وقال يريد أن يأخذني. كنت أنظر إلى الأرض وكنت في حالة الرعب، وعندما رفعت رأسي وجدت رجلا ضخما جدا كان بالفلك كوحش مفترس. صرخت وبكيت كثيرا وقلت له انني صغيره لك وانت ضخم جدا، وقام بقتلي وضربي. بعدها بلحظات قتل عنصرا اخر، وكنت لا ازال انظر الى الارض فرايت حجم اقدامه اصغر. فتوسلت الى الشخص حتى اقتل بنفسي، كنت خائفا من الرجل الاول الذي قام باخذ طلب مني ان اغير ديني ولكنني رفضت. وبعدها اتى في يوم وطلب مني ما يسمونه الزواج. قلت له بانني مريضه، فاخذ النساء المختطفات لديها دوره شهريه من شده الخوف. مرت ايام قليله واجبرني ان البس له والاغلى وانقطع له المكياج على وجهي. وفي تلك الليله السوداء بعده أجبرني أن أختم قصيده العسكرية، وقام بإهانتي كل يوم. أجبرني أن ألبس من لا يحتوي جسدي. لم أكن قادرة على تحمل المزيد من الاختصام والتعذيب. قررت أن أهرب، ولكن أحد الحراس كان هناك ومسكني. في تلك الليلة قام بضربي وطلب مني أن أتخلى عن ملابسي، ووضعني في الغرفة مع الحراس، واستمروا بارتكاب جرائمهم بجسدي حتى فقدت الوعي. بعد 3 أشهر من القتل استطعت أخيرا الهروب. الآن أعيش في ألمانيا التي قبلت معالجتي مشكورة. إنها داعش نهاية أمنية. أنا عشت الألم الذي سببوا لي، رأيت شرهم. يجب أن يتم جلب جميع مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر والإبادة إلى العدالة، حتى تعيش المرأة والطفل بأمان في العراق، سوريا، نيجيريا، صوماليا، وكل مكان في العالم. يجب أن تتوقف الآن هذه الجرائم ضد المرأة وضد حريتها. وشكرا لك. لیکن ان کے دو تعلیمات کا جو چوٹ لگی ہے وہ شاید جیون ہے.